لقد قام مجلس جهة غريمي مدنون ب يعني التوقيع على اتفاقيه من اجل خلق خط جوي مع كناريس. مع الاسف كان من المنتظر فتح هذا الخط في شهر مارس الماضي، ولكن تأخر ذلك، تعذر علينا ذلك نظرا للحجر الصحي. اليوم الحمد لله تمت برمجة أيضا غلاف مالي مهم لإغناء العرض ب يعني طائرتين مع الشركه العربيه للطيران، من اجل يعني توسيع هذه الشبكه. لدينا كان هناك مشكل مطروح مع خطوط الملكيه المغربيه، لانهم كما تعلمون شركه الخطوط الملكيه المغربيه كان لها مشاكل ماليه، وكانت تنتظر دفع عدد من يعني المبالغ من طرف الجهه التي دفعناها، ولكن هذه الشراكة وهذه الاتفاقية في عدد كبير من الشركاء. لدينا اجتماع غدا إن شاء الله، وهناك انتظار أن ترجع أن يعني أن نعيد هذا الخط في الأيام المقبلة إن شاء الله. نعم السيدة مبركة بوعيدة، لنا عودة لك بعد متابعة هذا الريبورتاج حول قطاع الصيد البحري. وقطاع الصيد البحري، وعلى الرغم من الظرفية الاستثنائية الصحية، حافظ على استمرارية أنشطته بميناء طنطان الذي يشكل عصب التنمية الاقتصادية بجهة غليميم ودنون، منشأة تنامت إنتاجيتها بفعل جملة من التدابير وانخراط كل الفاعلين والمتدخلين في جهود الدفع بهذا القطاع الحيوي. في المتابعة حافظ محضار محمد المصطفى خيا وعبد الرحيم حاجي. التداعيات والظرفية الصعبة المترتبة عن تفشي وباء كوفيد-19 لم تنل من الأنشطة الاقتصادية بميناء طنطان الذي ظل صامدا أمام تأثيرات الأزمة وحافظ على رواجه ودينامياته بفعل استمرار أنشطة الصيد البحري وتجنود كل العاملين والفاعلين في هذا القطاع لمواجهة أثر هذا الطارئ الصحي العالمي. التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية حققت أنشطة القطاع بهذه المنشأة الاقتصادية رقم معاملات إجمالي قدره 418 مليون درهم، تمثل بذلك الرتبة الثالثة على الصعيد الوطني بعد كل من الداخل والعيون. ميناء هيا كتشوفوا بأن الناس محتفظين على جميع التدابير ديالهم بالنسبة للوقاية، كذلك البواخر، كذلك العنانة دايرين المسائل ديالهم. مكافحين مستمرين في العمل ديالنا بالوقاية من الجائحة، والحمد لله نطلب الله تباعد وشوية النظام ونجعل البركة المهمة محاولين الناس الحرية ديالهم. شوية الحوت من الحركة ديالنا صافي. الحمد لله راه العمال البحارة راه كلهم ما تأطروش بهاد الجائحة هذه، وراهم كلهم داروا تحاليل ديالهم باش أنهم يحافظوا على الأمان الصحي في هذه البلاد، وكذلك بأن المنتوج باش يوصل للمواطن صحي وما يكونش فيه هذا المشكل ديال الجائحة هذه. أنشطة سوق السمك عرفت بدورها تناميا مهما، حيث جرى تسويق 17 ألف طن من الأسماك خلال ثلثي السنة الجارية، في حين بلغ رقم المعاملات بوحدة فرز السمك الصناعي 102 مليون درهم، وتجاوزت المصطادات 53 ألف طن. جهود كبيرة تبذل للحفاظ على قيمة وجودة هذا المنتوج. هنا في محطة أخذ العينات في البيولوجية في طنطان كنحاولوا ناخذوا بعض العينات من عند المراكب اللي كتجيبها ديجا كتصدر باش نديروا واحد دراسة لهذوك العينات في محطة طنطان اللي تابعة اصلا المحطة المركز الجهوي بالعيون المعهد الوطني للبحث الصيد البحري. كنحاولوا ناخذ بعض العينات وناخذوا بعض المعلومات اللي كنبنيو عليها بعض الدراسات اللي كيقوم بها المعهد. وحدات اسطول الصيد النشيطه بميناء طنطان تتحدد في 256 من قوارب الصيد و153 من مراكب الصيد بالجر و57 مركبا للصيد بالخيط، فيما يصل عدد مراكب صيد السردين الى نحو 139 اسطول، يبقى مجندا لانعاش انشطه الصيد البحري بالمنطقه القطاع الحيوي الذي يعد محركا وديناميه الاقتصاد بالاقليم. نعم سيد الرئيس، استمرار أنشطة الصيد البحري بموانئ الجهة أكيد له أثر إيجابي على الحركية الاقتصادية بالمنطقة، هل من خطط لتعزيز مكتسبات هذا القطاع الاستراتيجي بجهتكم؟ طبيعة الحال هذا قطاع كما قلتم استراتيجي، يعتبر القطاع الاقتصادي الأول من ناحية المداخل،
والجهة لها دور في يعني محاولة الحفاظ على هذا القطاع، وبل أيضا إغناء هذا القطاع ويعني تقوية فرص الشغل داخل هذا القطاع. بالنسبة لجهة غريمي موادنون لدينا مخطط كما تعلمون، تحدثت قبل ذلك على المخطط التنموي للجهوي، وهو يهدف إلى تقوية البنية التحتية لميناء طنطان وأيضا لميناء سيدي إفني. يهدف أيضا إلى دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة التي تدخل في إطار تثمين الصيد البحري، وأخيرا يهدف إلى دعم يعني صناعة أو تربية الأحياء المائية بإقليم سيدي إفني وكذلك بميناء طنطان. هذه كلها ننتظر أن يكون لها صدى كبير على يعني الصيد البحري كقطاع داخل المنطقة، ونحن مطمئنون لأنه الحمد لله هذا القطاع لم يتأثر بصفة مباشرة، ولكن تأثر بصفة غير مباشرة نظرا لأن رقم الأعمال يعني جزء كبير من رقم الأعمال يكون خارج المملكة، وتم وهناك تراجع كبير في الاقتصاد الدولي، وبالتالي كان له أيضا أثر على جميع القطاعات بما فيها قطاع الصيد البحري. نعم سيدة مباركة بوعيدة رئيسة جهة غليميم وادنون، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من مدينة غليميم. لا شكرا على واجب، مرحبا. وفي جديد وباء كورونا، أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين عن تسجيل 1423 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.